كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن تسريبات جديدة من خطة السلام الأمريكية المسماة صفقة القرن التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عنها اليوم تشي أنه سيتم نقل بعض الأحياء في الأجزاء الخارجية من القدس الشرقية للفلسطينيين. وبحسب التسريبات التي نشرتها الصحيفة سيكون هناك تبادل للأراضي بين المناطق التي يسيطر عليها الإسرائيليون والفلسطينيون، وفي النهاية قد يسيطر الفلسطينيون على 70-80% من أراضي الضفة الغربية، وسيكون ذلك أقل من المطالب الفلسطينية، لكن لا يتوقع من الخطة استبعاد الدولة الفلسطينية رسمياً. قال المتحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث التطورات في سوريا وليبيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كما بحث الحاجة إلى وقف التدخل الأجنبي في ليبيا. وقال المتحدث: بحث الزعيمان الحاجة لإنهاء التدخل الأجنبي واستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، واتفقا على أن العنف الدائر في إدلب بسوريا ينبغي أن يتوقف.